مرحبا بكم مشاهدينا، حلقة جديدة من برنامج بوب بوب نيوز، نافذة مفتوحة لكل الفنانين والمبدعين والناس اللي عندهم جمعيات باش يتكلموا على الأنشطة ديالهم. كنحاولوا أننا ناخذوا كذلك أخبار من مواقع التواصل الاجتماعي باش نعرفوا شنو واقع. دائما مع ابتسام كتيبي، اليوم غتكلمنا على سويسرا وما غدوي على شوكولا، لا على أبناكل، على جبال. علاش غدوي؟ غادي ندويو على اللقاح. من طبيعة الحال البلدان كلها بالها مشغول بكيفاش تكتسب واحد المناعة جماعية باش نقدروا نخرجوا من هذه الأزمة الصحية. سويسرا واحد الحل نقدروا نقولوا كيشجع الناس على انهم يمشيو يديروا اللقاح، هو انه كل شخص اللي يقدر يقنع شخص اخر، صديق او فرد من العائله، باش انه يمشي يدير اللقاح، كيجي واحد الكادو اللي عباره عن واحد المبلغ مالي 50 فرنك اللي يقدر يستعمله اما في المطعم او في السينما. هذه فكره بسيطه لتشجيع اللقاح، علاش ما نفكروش احنا في حويجات بحال هكذا ونشوفوا اخبار واحده اخرى في هذا الزابين. كولورز هو عنوان ألبوم دراغانوف الأخير، واللي أيام فقط بعد إصداره قدر يحقق أرقام جيدة ويصبح الأكثر استماعاً على منصات الموسيقى. دراغانوف تعاون في هذا الألبوم مع مجموعة من الفنانين، من بينهم المعلم حميد القصري والرابر أنكوني، في تجربة غير مسبوقة مزج من خلالها موسيقى جناوة والراب أغنية حملت عنوان لوبادي. ابتداء من 13 اكتوبر بمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر بالرباط، تنظم المؤسسه الوطنيه للمتاحف معرض افريقيا بعيون مصوريها من مالك سيدي بي الى يومنا هذا. يعتبر المعرض تكريما للفنان المالي ولجيل كامل من المصورين الشباب الذين بصموا المشهد الافريقي المعاصر. الدورة 14 من مهرجان فاس للثقافة الصوفية ستعقد عن بعد من 9 إلى 16 أكتوبر، وتعد ببرمجة متنوعة، حفلات موسيقية، ماستر كلاس، موائد مستديرة ومعارض فنية. الافتتاح سيكون بليلة كبيرة بعنوان رحلة إلى المقامات الصوفية، مشاركة فرانسواز أتلان وفرقة مصطفى عمري. ونختم بناري جديد زهير بهوي رقم واحد بالطندوس. العمل الجمعوي وعمل المجتمع المدني بصفه عامه مهم جدا في اي بلاد كتحترم نفسها، خصوصا وانه كيساهم في تقليص الهوى ما بين الطبقات، وكذلك مساعده الناس ورفع معنويات الساكنه اللي كتشوف حويجات زوينين كيداروا. وهذه المره عندنا مثال من تحنا وسويسرا حاضره عاوتاني. سويسرا حاضره لانه من خلال الشخص اللي اسس هذه الجمعيه لاسوسياسيون دي زانفون دو دار بويدار او وليدات دار بويدار، وهي جمعيه كتهتم بالاطفال المتخلى عنهم اليتامى. اسسها شخص سويسري سميتو هوبر هانس يورغ، واللي كيتكلف بها حميد جلال. نشوفوا حميد جلال في هذا الروبورتاج. حميد جلال مرشد سياحي ومسؤول في جمعية أطفال أطلس. بالنسبة للجمعية ديال أطفال أطلس، تأسست عن طريق واحد السيد سميتو إيبير هانس جورج، هو أصل من جنسية سويسرية، جا المغرب في سنة 2010 كزيارة سياحية، من بعد عجبو المغرب وقرر باش يبني واحد القرية نموذجية للأطفال المتخلى عنهم في المغرب. ولا في 2015 بدينا تاسيس الجمعيه، ولحد الان باقي تنزيدو نبنيو ديور اخرين، باقي تنزيدو نبنيو مرافق اخرى داخل الجمعيه. والاطفال عندنا عايشين في ديكاليتي ديال الحياه زوينين، عندهم استاذ ديال الموسيقى، استاذ ديال ركوب الخيل، الرمايه بالحبل، استاذ ديال يعني كل لغات، يمشيو للمعارض، يمشيو بزاف الحوايج. تنحاولوا نعيشوهم ولا نحسوهم بانهم راه عايشين حياه طبيعيه وعايشين كاع حسن من اللي انا عشت يعني مع والديا مثلا. واخا عندنا هذا الحنان ديال الابوين وهذا، حنا تنحاولوا باش نوفروا لهم هذا الحنان هذا بهذا الانشطه هذو. كاينين بزاف ديال الامهات تيحطوا عندنا ولادهم تما، يعني كاين رساله كدور بين الامهات العازبات بانه راه كاينه واحد الجمعيه كتطلع في الاولاد تيقراو تاكلوا تيديروا بزاف الانشطه. هي ما غاديش ترتاح من نسبيا، غترتاح بانه الا حطت ولدها في هذه الجمعيه هذه ولدها غادي يعيش عادي. راه خدامه عندنا نقدر نقول اكثر من 120 يعني بيرسونيل اللي خدام تما، واخا تنحميو الاطفال من وراه تنساعدو عائلات اخرين، الناس اخرين في المنطقه. نقدر نقول واحد الشركه كبيره مخدمه بزاف الناس تما في هذه الجمعيه هذه. بالنسبه للاطفال راه بدينا ب 24 طفل من 2015، دابا تقريبا تبارك الله عندنا 170 ديال الوليدات، ولا ترونش داج ديال هاد الولاد هادو من 4 ايام 5 ايام 13 سنه، اكبر طفله عندها 13 سنه. كيفاش كان
كان فينونسيو التمويل ديال الجمعيه عن طريق المحسنين، عن طريق لي دوناتور لي دوناتريس، يعني تيعطيونا دي دون. نقدر نقول اول جمعيه في المغرب اللي كتوفر الماكل والمسكن للمتطوعين. طريق التسجيل في التطوع، حنا تراسلونا مثلا على الصفحات ديالنا في الانستغرام ولا في الفيسبوك، تنصيفطوا لكم واحد الاستماره اللي خصكم تعمروها، من بعد تصيفطونا بزاف مجموعه من الاوراق اللي حنا تنطلبوها منكم. ماشي بالضروره خصك تعاون بالفلوس ولا هذا، غير ديجا باش تجيو تزور دوك الاطفال وتلعب الدور ديال الاخ الكبير ولا الاخت الكبيره تاع الدراري هادو مثلا، ولا غير دي غو كلام كما تنقولوا، يعني تجي تعنقهم دوز معاهم واحد الوقيته زوينه راه كافيه. كنتمنى واحد الموفق لجميع الجمعيات المغربيه في جميع مجالات الاشتغالات ديالها، باش دائما ما تبقى تعطينا النتائج وتخلي المعنويات مرتفعه ديال الناس دائما. شكرا لكم على تتبع الحلقه، الى فاتكم عليكم الا تزوروا موقع القناه دوزيم.ما او تمشيو لابليكاسيون ماي دوزيم، وحنا كنضربوا لكم موعد غدا مع حلقه جديده. السلام عليكم.